بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God. معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. Mr. Secretary General. دولة رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبد الملك سعيد. Dr. معين سعيد. معالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ السيد مارك لوكوك. أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة انعقاد مؤتمر المانحين لليمن لهذا العام 2020، يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، وتأكيدهما على الموقف الثابت في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتقديرهما البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص. لقد حرصت المملكة العربية السعودية على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وهنا أود أن أعرب عن تقديري للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك، والتي كان سببها انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد. معالي الأمين العام، السيدات والسادة، نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية والتنمية بسبب الممارسات الغير إنسانية من الميليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي على المرجعيات المبادرة الخارجية وآلياتها التنفيذية مخرجات الحوار الوطني اليمني قرار مجلس الأمن 22 والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2014 وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية. ومن هذا فأني أناشد المجتمع الدولي لممارسة كافة الضغوط على الميليشيات الحوثية بالسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع يونوبس بالوصول إلى مواقع خزان النفط العالمي المصافر الذي يوجد به أكثر من مليون برميل والمهدد بالانفجار من سيطرتهم على ميناء الحديدة في عام 2015 لتفادي حدوث أكبر كارثة كمية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير الأرغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات وعدم فرض الرسوم عليها والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. Prevent arrival of ships carrying essential aid and refrain from imposing fees on the arriving aid and to cease the targeting of the Red Sea. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I reaffirm that the Kingdom of Saudi Arabia's support to all efforts made by the United Nations to reach a sustainable political solution to the Yemeni crisis and to relieve the suffering of the Yemeni people since the very beginning. The kingdom has provided more than $16 billion, and this included King Salman, 477 projects conducted by the King Salman Center for Relief in 12 sectors, and over $1.5 million of development and reconstruction aid throughout Saudi, as well as other projects over 7 developmental sectors, as well as aid for all the Yemeni brothers and sisters within the kingdom, which was a $3 billion grant in support of the
local currency as well. That, in addition to oil derivatives, with a value of $60 million a month to run power stations, as well as Masson project, which is purposed for demining and the removal of live ammunition. Your Excellencies, ladies and gentlemen, based on the importance the kingdom has placed on the cooperation of efforts in response to the situation in Yemen and to alleviate the suffering of the Yemeni people, we call on all countries and international organizations and non-governmental organizations to deliver on pledges made to Yemen last year and to support the relief operation, which requires $2.4 billion, and to fund the relief operation. $180 million will be allocated to combat the spread of COVID-19 in Yemen and prevent a humanitarian catastrophe. Finally, the kingdom reaffirms its support to the efforts of the United Nations Special Envoy to Yemen, Mr. Martin Griffiths, and the proposal for the ceasefire, as well as economic and humanitarian confidence-building measures and negotiations aimed at reaching a comprehensive political solution, all that to realize security and stability in Yemen.